السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين المتابعين، أسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل، قوات صنعاء تنفذ 3 عمليات مشتركة على 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وإلى التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات مشتركة على 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وذلك إسناداً لغزة وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني. وقال الناظم الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له اليوم الاثنين إنه تم تنفيذ 3 عمليات مشتركة على 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وذلك إسناداً لغزة وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني. وأضاف العميد سريع إنه تم استهداف سفينة لاريجو ديسيرت الأمريكية في المحيط الهندي، كما تم استهداف سفينة MSC ميشيلا الإسرائيلية في المحيط الهندي. وأضاف العميد سريع أنه تم استهداف سفينة مينيريفا ليزا في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأفاد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية نفذت أيضا 2 عمليات على 2 حربيات أمريكيتين في البحر الأحمر، مؤكدا أن عمليات القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير حققت أهدافها بنجاح. كما أكد استمرار القوات المسلحة اليمنية في عملياتها انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.